احنا بنرحب بحضرتك استاذ طارق طه، رئيس مركز التكنولوجيا الماليه في البنك المركزي. كنا عايزين نعرف من حضرتك التطور اللي حصل في الكارير باث اللي وصل لك منصب كبير زي ده. اشكرك يا نيره جدا، وان شاء الله ربنا يوفقكم في الكونتنت اللي انتوا بتعملوها وتكون مفيده. مركز التكنولوجيا الماليه عباره عن رؤيه من البنك المركزي المصري لدعم الشركات التي بتعمل في مجال التكنولوجيا الماليه اللي هي الفينتك، وفي نفس الوقت وسعنا السكوب او الاطار بحيث انها تشمل الشركات اللي بتستفيد من التكنولوجيا الماليه اللي بنسميها الفينتك انيبلد. يعني انا ممكن اكون مش بالضروره بعمل بنشاط التكنولوجيا الماليه، لكن التطبيق او الابلكيشن او الشركه بتاعتي محتاجه الفينتك انيبلمنت، فدول برضو يعني حاطينهم نصب اعيننا. انا خدت كو فاوندر للجري كامبس اللي هو يعني بنعتبره حاليا من افضل الاماكن للايكو سيستم والتواصل مع الشركات الناشئه. وكنت شغال في اي اف جي المجموعه الماليه هرمز كمدير للاستثمار، فاعتقد يعني الخبرتين دول كده هيدونا ان شاء الله فرص للنجاح في المركز. يعني طيب خطه عمل المركز هتبقى عباره عن ايه، وهنبدا امتى نشوف اول دفعه من الشركات اللي داخله، وايه هي الشروط اللي ممكن شركه تستعد بيها من دلوقتي عشان تبقى موجوده في المركز؟ يعني طبعا هو المكان هيبقى فيه 3-4 محاور مهمين قوي بنشتغل عليهم. هو في كووركينج سبيسز للشركات انها بتبقى متواجده، في مساحات للشركات اللي هي بنسميها السكيل ابس اللي نجحت زي باي موب وفوري او ما غير ذلك ممكن يتواجدوا في المركز برضو لقربهم من بعض. في مراكز للتدريب تريننج فاسيليتيز قويه قوي، ورك شوبس مكان للاماكن الورك شوبس، فدي كلها موجوده مع بعض. الهدف خلق الايكو سيستم والبيئه. تجربتنا كانت ناجحه في حته يعني من خبرات سابقه كتيره جدا، ان لما الشركات دي بتتواجد مع بعض بيحصل عارفه ماجيك كده، ان الناس فجاه بتلاقي حد يشوف قابل فلان، يتعرف على حد، يشيروا الخبرات، يبقوا ماشيين يلاقوا سيشن بتحصل عن حاجه في الفينتك. الحاجات دي فعلا مؤثره جدا، وبتخلي في الاخر انه ما بتبقيش يعني عارفه، ما مش ممكن اقعد اقول لك خطه ايه اللي هيحصل بواحد اتنين تلاته، هي الحاجات دي بس يقينا انها لما بتتجمع على بعض بينتج عنها حاجات ايجابيه قوي للكوميونتي يعني والايكو سيستم بشكل عام. معتمدين على وجود برامج طبعا انكيوبيشن او اكسليتر، سواء احنا اللي هننفذها بنفسنا او بالتعاون مع الانكيوبيترز الموجودين. دي لسه حاجه موجوده يعني طرح بنفكر فيها ازاي احسن طريقه ننفذها بيها، ومهتمين جدا بجودة المادة التعليمية اللي احنا بنقدمها في المكان. فبنسعى جادين ان يكون في محتوى مهم، وحريصين ان احنا نعمل المحتوى ده كمان يبقى موجود اونلاين بحيث الناس ممكن تستفيد منه، ما يبقاش بس مرتبط بان انت تبقى موجود فيزيكال. يعني بالنسبة لسؤالك عن ايه نوعية الشركات اللي احنا هنقبلها، ده طبعا هيبقى من خلال الانكيوبيشن بروجرام. ما فيش شك انها طبعا لازم تكون تعمل في مجال الفينتك والفينتك انيبد، لان ده يعني توجه مهم للمركز بشكل عام. تكون فكره انا دايما بعتبرها الثلاث اساسيات، يعني الفكره بتحل بين او مشكله او الم ما، لان ساعات ناس بتيجي تكرر فكره معاده، ده مش حل. انت لازم تكون عندك فكره تكون فعلا بتحل مشكله. لو الفكره بتحل مشكله يبقى معناها انها فينا حد عنده مشكله دي وانت هتحلها له من خلال الابلكيشن او من خلال الستارت اب بتاعتك، وتكون فاينانشلي ريوردنج وليها عائد. والحاجه الثالثه انها سكيلابل، ما تبقاش فكره محدوده. يعني انت لو انت حطيتي الثلاث معايير دول على اي مشروع من الافكار اللي انت من في مصر كلها، هتلاقيها غالبا اللي بينجح بيبقى عنده اتليست 2 أو 3 من المكونات دول. يعني طيب وجه التعاون بين مركز التكنولوجيا الماليه والبنوك هيبقى ايه، وهل في فعلا بنوك ابدت استعدادها انها تدخل تستثمر في المركز ولا لا؟ القطاع التكنولوجيا الماليه طبعا ارتباط وثيق جدا بالبنوك، وكل يعني بدون شك ان احنا اتكلمنا مع عدد كبير قوي من البنوك، وهم اوريدي بالفعل عندهم يا اما برامج لدعم الشركات الصغيره احنا ما اتكلمناش عليها قوي برضو، لان ده مهم قوي مش بس الشركات الناشئه. المركز حاطط نصب عينه الشركات الاس ام ايز دي مهمه قوي بالعكس. يعني احنا انا من الرؤيه اللي عندي ان احنا نعمل برامج دعم للشركات السمول اند ميديوم. احنا يعني اتوقع ان معظم البنوك بشكل او باخر هتبقى ليها تواجد في المركز من خلال دعم الشركات الناشئه او دعم البرامج اللي احنا بنعملها في المركز او من خلال الممبرشيب والاشتراكات اللي احنا بنعملها للاعضاء، لانه هو ده الحته اللي احنا بنتمنى ان القطاعات كلها تتواجد فيها ونقدم لهم محتوى الناس يعني البنك نفسه يبقى عارف انه ايه الاستفاده اللي هتجيله. الاستفادات هتبقى من خلال احنا الاكسلريتور بروجرام او الانكيبيتور بروجرام، ده هدفه اخراج شركات ناشئه بتعمل في مجال التكنولوجيا الماليه معدل الاستثمار او قبل الاستثمار.
مرت يعني بمراحل تخليها معدة ان فعلا البنك لو عايز يبص على الموديل ده او يستثمر فيه يبقى الشركه دي يبقى عارف انها مطمنه. دي كانت مشكله دايما بتواجه صناديق الاستثمار، ان هي بتنزل تبص على الفرص الاستثماريه تلاقي دايما الشركه الجزء الليجل مش واضح، الستارت اب خرج وهو لسه ما عندوش كل المكونات. فبنامل ان تكون مسرعه الاعمال دي هي الطريق لان وجود الشركات دي في بايب لاين كده يخلي القطاع كله يتحرك يعني. طيب مصر يعني السنتين اللي فاتوا دول كان فيها اكتر من يونيكورن وكانوا بيركزوا بشكل او باخر على الفينتك، ازاي الشركه تقدر تبقى يونيكورن؟ وهل وجود مركز متخصص في التكنولوجيا الماليه بيساعد على خلق فرص كبيره زي اللي حصلت دي؟ انا من النوع اللي ما بحبش قوي اقعد اربط نفسي باهداف عارفه يعني. هو طبعا تعبير يونيكورن لطيف وظريف ان هو يعني ستارت اب عملاقه، بس برضه يعني متاخد من يعني خارج الثقافه بتاعتنا شويه، حتى مش عارفين نترجمه يعني. يعني وحيد القرن بقى اللي ملوش مثيل يعني. لكن الفكره مطلوبه ومهمه ان يبقى في شركات نجحت في انها يبقى الاسس الماليه بتاعتها من الضخامه والحجم انها تبقى على المستوى العالمي ظاهره يعني. وده هدف ما فيش شك كلنا يعني هيفيد مصر، هيفيد الناس، هيفيد القطاع كله. لما بنبص على شركة نجحت بتجذب أنظار المستثمرين للسوق المصري، فده ما فيش شك انه هدف جلوبال، لكن مش لازم نحطه بمسميات يعني ان احنا عايزين يونيكورن، عايزين شركات ناجحة، عايزين شركات بتحقق أهداف، عايزين شركات بتعمل تطوير وتنمية مستدامة جوه مصر، عايزين شركات بتحقق الاهداف اللي احنا حاطينها وبتفيد الكل. اعتقد ده اللي بيخلق اليونيكورنز في الاخر. طيب بما ان احنا اتكلمنا عن الشركات الناجحه، ايه هي المعايير اللي حد يقدر يبص على شركته لو ماشيه فيها ويعرف انها كده ماشيه فعلا في الطريق الصح ناحيه النجاح كستارت اب؟ يعني سؤال الحقيقه مهم، و بصفه عامه انا وجهه نظري انه التركيز على الفريق. انا عارف الناس كلها بتقول الكلمه دي، هي بقت مطاطه قوي ويعني الناس قاعده تاخدها بشكل سطحي يعني ما ينفعش اقول بس التيم وخلاص، لازم ابقى فاهم انا عايز اعمل ايه في التيم ده يعني. لازم احط مكونات عناصر نجاح. مشكلتي في اللي بشوفها في بعض الشركات الناشئه ان هم ما بيبقاش عندهم رؤيه واضحه هم عايزين يعملوا ايه كتيم يعني. ممكن يختار ناس ناجحه بس هو مش عامل طرق للتواصل ناجح، او ما بيتلافاش المشاكل اللي ممكن تواجه الناس مع بعض. listening to customers يعني. انا بحس برضو في مصر ان احنا ما بنعملش الفيدباك لوب الكافي، انه البرودكتس تلاقيها بتتاخر قوي في التحديثات بتاعتها او في انها تغير التوجه بتاعها بما يوافق المتطلبات السوق. النصيحه الثالثه عدم الخوف من تغيير المسار. احنا مشكله ساعات ان احنا بنحب الفكره قوي او بنعشقها لدرجه ان احنا لما بتيجي قدامي الحاجه ان انا اغيرها مبقاش مش متخوف جدا، اصلا طول عمري يعني خلاص انا حطيتها كده فلازم بقت كومفورت زون جدا. وده مش مفروض يكون في الستارت ابس يعني. المفروض الستارت اب يكون عنده انه اجايل وسريع وياخد القرار بشكل اسرع. ف بستغرب ان الشركات الصغيره ما بقاش عندها حتى الاجيليتي دي يعني. فانا رايي ان هو لازم يبقى ادابتبل يعني. انا لو لقيت الموديل ده وانا خدت التمويل ووصلت لستيج معينه رأي اغير يعني. طيب بما ان احنا هنتكلم عن اسباب النجاح وطول الوقت بنقعد نقول انه نسبه نجاح الستارت ابس ما تعداش 2%، فايه يعني او دي اخر ارقام سمعناها، فايه اسباب الفشل او ايه الحاجات اللي الناس لو شافتها تعرف انه لا انا لازم اقف هنا واعدل بقى المسار ناحيه حاجه تانية او ناحيه مشروع تاني او اجيب اب اصلا؟ يعني هو يعني الفشل ده يعني طبيعي جدا في الايكو سيستم. الفشل هو عباره عن ايه؟ ان الفكره ملهاش حد عايزها فبتعملها ليه يعني. فهو مش الفشل مش عيب فيك انت، هو بس ان مفيش حل للبين يعني. هو انت فكري كده في اي حاجه انت بتستخدميها عشان بتوفر لك حل للحاجه. مظبوط. فانا ممكن اقعد احلم بافكار مش بتحل حاجه لحد فاكيد هتفشل يعني. ده مهم، لكن في تطبيقات بتبقى جايه قبل وقتها يعني. في تطبيقات بتبقى جايه قبل وقتها فما الناس لسه مش متعود، او الديجيتال فجاه وتيجي تطبيق تاني، او زي ما حد يعمل حاجه دلوقتي للميتافيرس مثلا يعني فتفاجئ انها يعني ممكن تكون حاجات سابقه زمانها شويه ما تنجحش نتيجه العامل الزمني، وتيجي في وقت توقيت تاني تبقى اكثر نجاحا يعني. فعامل الزمن انه هو الحاجه اصلا معروضه انها ما بتعملش البين. عدم الاستماع للكونسيومر، ودي الحته اللي انا قلت لك عليها في الاول انها مرتبطه جدا بعامل الفشل، ان هو ما بيطورش المنتج بكفايه اللي تخليه يبقى ادابتبل والناس تحلوا له البين يعني. ممكن كان هو لو سمع للكلاينتس وغير المنتج بتاع شركته او الخدمه اللي هو بيقدمها كان نجح اكتر في ان هو يتحول انه يقرب لحل مشكله الكلاينت. دي من اسباب الفشل. اعتقد انه
ان احنا ساعات، وده بقى الاخطر، ويعني هستلف تعبير من صديق ليا يعني ايمن عاشور، هو قال وانا بحبه قوي، اللي هي الشركات الزومبي اللي هي لا عايشه ولا ميته، ودي الأسوأ، اللي هي لا تمويلها لا خلص ولا عدت، وبقت لا بتشتغل ولا بتتطور. يعني دي اعتقد انه احنا لو قعدنا فترات طويله، الشركات الناشئه لو قعدت فتره طويله فتره الزومبي دي، اللي هي ما هي مش قادره تتطور، بتاثر بشكل سلبي جدا على الشركه، بتفشل متاخر. اسباب الفشل انا يعني برضو شايفها ان احنا مش بنشير النوليدج مع بعض، يعني عندنا عجز ونقص في حته مهمه قوي، في حته ان احنا بنشير المعلومات مع بعض. طيب كليشيه شهير دايما بتاع الستارت اب او انك تعمل فكرتك احسن من انك تبقى موظف، هل دي حقيقه؟ يعني هل احنا فعلا محتاجين نبقى كلنا انتربرينورز وكلنا عندنا افكار، ولا كونك موظف في شركه حتى لو صغيره او ستارت اب ده ممكن يكون حاجه محفزه ان الشركه دي تكبر بعد كده؟ يعني هو لو التفكير بس ان انا عايز اعمل ستارت اب للستارت اب، طبعا تفكير مش مظبوط. يعني ما ينفعش ان احنا نبقى انا عايز ابقى ستارت اب. يعني عارف ان الايكو سيستم كان، اكيد انت ملاحظه البوستات اللي بتتكلم دايما على فكره ان احنا كلنا بقينا ستارت اب وفاوندر، انا بزعل شويه منها لانها ممكن تظلم ناس حقيقيه وجاده في انها بتشتغل. يعني فهو المفتاح في الحته اللي انا قلتها لك في الاول، البرودكت او السيرفيس او الخدمه اللي انت بتقدمها بتحل وجع لشخص ما او اشخاص معينين، هو ده سر اللي انت ممكن من خلاله تسيب شغلك وتدور على حل ليه، لانه مفيش غيرك فكر فيها، فبالتالي الحل ده مميز، وهناك من يستعد ان يدفع لك مبلغ مقابل ان انت يستخدم هذه الخدمه. هل وجود التكنولوجيا الماليه او التنامي اللي بيحصل في التكنولوجيا الماليه هيقضي على دور البنوك، ولا هتفضل زي ما هي بتقدم دورها ك انفراستراكشر مهمه لاداره القطاع المالي؟ انا شايف يعني التكنولوجيا الماليه هي يعني جزء لا يتجزا من اداء البنوك، والبنوك كلها مدركه لده سواء عالميا او في مصر، لانه ده احتياج للمستهلك انه يحصل تطوير من خلال التكنولوجيا الماليه. فانا مش شايفهم ابدا في مجال تنافسي، او ان هم في بينهم ان ده يبقى مكان ده او ده موجود من ده، الاثنين مكملين جدا لبعض. انا من التجارب اللي بحبها جدا في مصر مكسب، الشركة دي نموذج للشركات اللي هي فعلا بتحل بين، زي ما احنا كنا اتكلمنا في الاول، يعني لان هم عاملين تطبيق منها التاجر اللي بيشتري او صاحب الكشك العادي خالص، اللي شوفي ازاي ده ابتدى يتطور انه يخش في التكنولوجيا المالية او يبقى عنده تطبيق بيسمح، وده بقى يطلب المنتجات بتاعته من خلال التطبيق. طب ايه الميزه اللي استفادها؟ انه كان بيطلب كذا منتج من كذا مورد، فبالتالي انت عندك كل دول كانوا بيقعدوا يجولوا، وبعدين في عمليه التحصيل، النهارده بقى عنده مكان واحد وتطبيق واحد يقدر يطلب منه مجموعه اكبر من المنتجات، وبقى شايف سعر فاتوره واحده الحاجه بتجيله كلها مره واحده، يقدر يدفع. اعتقد كمان هي يعني مش عارف كان بالفعل موجود ولا لا، ان هو يقدر يدفع من خلال كريدت. فبصي شوفي كم الاستفادات اللي جت، عندهم وير هاوس كبير، مخزن واحد بيخزن المنتجات. فده نموذج ممتاز للشركات اللي تقدر تعمل تشينج، انها غيرت حاجه موجوده فعليه حولتها لشكل افضل يخدم الجميع. فايتس وين وين برودكت، اتس سولز ذا بين، حد بقى مستفيد من الخدمه جدا. هي دي الحاجات اللي احنا بندور عليها. يعني رجوع لسؤالك، هل انت شايفه الاطار ده؟ هي دي الشركات اللي هي البنوك ما زالت موجوده، التكنولوجيا الماليه موجوده، التاجر موجود، كل العناصر موجوده بس بشكل افضل واسرع. طيب احنا دلوقتي ظهر عندنا مفهوم جديد يمكن في مصر، اللي هو مفهوم البي ان بي ال، فهل ده يعتبر جزء من التكنولوجيا الماليه كذلك، ولا يعني هو شكل اخر للتمويل الاستهلاكي؟ يعني البي ان بي ال اللي ستاندز فور باي ناو باي ليتر، طبعا منتج مطلوب والمستهلك محتاجه، ومين فينا ما اتزنقش في موبايل، في هديه، في حته عايز يجيب حاجه، فطبعا وسيله لطيفه ومطلوبه ومفيده. انا دايما زي ما قلت لك، المقياس اللي بحطه في الاول هو بيحل مشكله للمستهلك او العميل ولا لا، طالما الخدمه موجوده وليها حد عايزها فبالتالي هي مفيده، وهي مكملة للنظام البنكي. بالعكس يعني لا جزء لا يتجزأ منه، في الآخر انها بتاخدي كريدت عشان تعمليه. وفي ناس كتيرة زي الابليكيشن لاكي مثلا اللي عاملين بوينتس ودخلوا دلوقتي برضو في الكاردز، فلا البي ان بي اللي هيكبر عن كده كمان. طيب سؤال دايما الناس بيسألون نفسهم بدما يجي يبدأوا ستارت اب، امتى اعرف ان انا كده لما لو محققتش مكسب اقف بقى، يعني او نظرية حرق الفلوس، يعني هو بياخد تمويلات يحرقها وبعدين ياخد تمويلات ويحرقها، فامتى اوقف واقول انا لازم اعمل هنا بريك ايفن، لازم ابدا بقى اكسب فلوس؟
لو تفتكر احنا كنا اتكلمنا الاول على حتة القدرة على تغيير المسار. لان الشركة الناشئة لو انت مجرد بتحرق الهدف الحرق او ان انت عندك كنت واعد المستثمر بتاعك ان انت توصل لتارجتس معينة في اهداف معينة فانت عايز توصل لها بغض النظر عن الحق اللي انت بتاع يعني الفلوس اللي انت بتحطها دي بتدي لك العائد اللي انت مستنياه ولا يعني ما في اظنش ان في حد فينا عاقل هيبقى عايز يعمل كده ابدا. يعني لازم انت تبص دايما على القدرة على تغيير المسار, ودي المشكلة اللي الشركات الناشئة ما بتنجحش فيها. انه بيفضل مكمل في ان هو عايز يوصل للتارجت اللي كان حاطه في الاول حتى لو الواقع على الارض اتغير لدرجة ان هو محتاج يغير طريقته. في ساعات علاقة خوف بين الشركات الناشئة والمستثمرين, فدي بتخليهم مش قادرين يعبروا قوي عن افكارهم. ممكن يبقى شايف الحاجة الصح بس قلقان المستثمر يقول طب ما انت قلت لي وهنوصل للتارجتس بتاعتك, فيقول لك طب خلاص يبقى هو ليه رؤية. فتلاقي في الاخر لا هو اللي صاحب الرؤية ولا المستثمر صاحب الرؤية, مع ان المستثمر دايما لما بيحط في ستارت اب فهو مؤمن بيك انت كناشئ يعني شخص فاوندر للشركة ان انت اللي بتحط الرؤية. فامتى اقول الستارت اب يقول ان هو فشل؟ نتمنى ان هو ما يقولش ان هو كده وانه ينجح انه يغير الشركة قبل ما يوصل لهذه المرحلة. ومؤشرات فطبعا ان انت مفيش فاينانس كفاية وتمويل كفاية فاضطريت تستهلك اكتر من بتبيع من حصة شركتك, وده بيصعب الخروج. يعني ده اللي بيصعب الخروج يعني. فنتمنى الناس تاخد الموضوع الاجيليتي ده بشكل افضل وانها توصلش للمرحلة دي يعني. طيب حضرتك بما انك يعني بقالك فترة طويلة في المجال, تقدر تقول لنا مجالات ايه اللي ممكن فيها معدلات نمو اكبر او معدلات نمو اسرع في الستارت ابس, علشان هو لما يجي يفكر انه يعمل بروجكت يبقى عارف ان دي الحتت المنوره اللي قدامه؟ يعني يا ريت لو كان معايا الكتاب السحري اللي اقول لك بص الاثنين دول يجيبوا ملايين. ما هي ما بتمشيش كده قوي خلي بالك. يعني هي دايما بتمشي بانه الفكره اللي مش متوقعه اللي هي ممكن تلاقيها فجاه الناس بتتكلم عنها ونجحت يعني, وهي عمرها ما هتخرج نتاج من فاكيوم يعني. يعني زي يعني من انا شايف انه مثلا اكبر انتربرينور في العالم ناس كتيره اكيد كلنا بنسمع عنه توماس اديسون لما كان بيخترع اللمبه. الراجل ده كان عبقري في حته انه بيبتكر الافكار, بس كل افكاره بالصدفه معانا لمبه اهو هنا ليها علاقه بتوماس اديسون يعني. فكان هو دايما كان بيدور على اللي انا هقوله وهعيده تاني هي حل مشكله يعني للناس. لو حليت مشكله للناس انت كده حاطط ايدك على منجب الذهب الحقيقي, غير كده بتضيع وقتك. طيب من هرك يعني شفت المجال كله, فمن ناحية الاستثمار بقى ايه اكتر حاجة ممكن المستثمر يشوفها محرك ان هو ما يروحش عند شركة او يروح عند شركة, غير انها غير المعدل احنا قلنا انها بتحل البين او بتحط ايدها على مستثمرين بيدوروا على ايه؟ مستثمرين بيدوروا واحد اول حاجة على الفريق. لو الفاندر مش متحمس او مش فاهم او مش بيجاوب على الاسئلة بقوة او متردد او ارقام مش حاضرة في ذهنه او مش محقق الفريق اللي بينه عناصر نجاح, يعني تحس كده بنقعد نسال اسئله تشوف التيم بيجاوبوا الاجابه بنفسها, ايه الكيمياء اللي بينهم لما بتسالي السؤال, دي حاجات المستثمرين بيبصوا عليها بقوه. اتنين الفاينانشال موديل مهم, يعني مفيش مستثمر النهارده مش هيبص على الارقام والارقام دي رايحه لفين وليها مايلستونز واضحه. ساعات الستارت اب بتكسل يعني بتعمل الهوم ورك بتاعها بس بتبقاش عاملاه بقلب, بيعملوه بفوركاستس كده عشوائيه يعني او بتطورات للموديل المالي بدون احساس حقيقي, ودي مشكله انا بقولك عليها خطيره جدا ان الناس بتعمل الموديل عشان يرضي المستثمر مش عشان هو يكون مقتنع بالموديل اللي هو عامله. طيب نشكر جدا حضرتك انك كنت معانا وتشرفنا جدا بوجودك في تكنولوجي ميت اب, وان شاء الله يعني توفيق ومزيد من النجاح خلال الفتره اللي جايه, واكيد نتقابل تاني في المركز ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. شكرا.